مساء الخير يا يمنى. مساء الزفت والقطران على دماغك. ارتحتي لما شتمتيني يا يمنى؟ انا ما اسميش يمنى، انا اسمي زهره. زهره خلاص خلاص. ايه دي يا يمنى؟ ما بحبش اشوفك متعصبه. طب يا استاذ عاصم، ما دام انت قلبك عليا قوي كده، خاطفني ليه؟ عشان بحبك. انا اسف، انا اسف والله ما كنت اقصد. انا بس كنت عايز نتعرف على بعض الاول، وبعدين الحاله اللي ما بيننا دي تبقى شكلها طبيعي. يا استاذ عاصم انا ما اعرفكش، دي اول مره اشوفك. بس انا اعرفك. احنا كنا بنركب مع بعض الاتوبيس كل يوم، قعدت جنبك مرتين مع ان انت عمرك ما عرفتيني. بس والله العظيم عمرك ما غبتي عن بالي لحظه. عارفه كنت كل يوم باجي وراك الشغل واقعد مستنيكي تحت زي الباشا، بس انت كنت بتتاخري عليا قوي يا مونمون. طب فاكره الاتنين اللي عكسوكي؟ ده انا كلتهم حته علقه. اي نعم انا كنت هموت، بس اموت عشانك يا مونمون. يا نهار اسود يا استاذ عاصم. يا استاذ عاصم، هل في انسان محترم؟ حضرتك باين عليك انك محترم. هل في بقى انسان محترم يخطف واحده عشان بيحبها؟ يا استاذ عاصم كنت ممكن تحاول تيجي تتكلم معايا، تصلي باي طريقه، كنت ممكن تيجي تتقدم لابويا، تخش علينا بوكيه الورد وعلبه الشوكولاته، نقعد في الصالون، انت هنا، بابا هنا، ماما هنا، خش عليكم بالشربات، ادلقوا عليك، نفرح كلنا كده يعني. يمنى انت بتحوري عليا. انت بني ادمه متعلمه ومثقفه. يعني عمرك ما هتوافقي عليا. عمرك ما هتوافقي على واحد انت ما تعرفيهوش. بس هوافق ان انا اتخطف عادي، صح يا استاذ عاصم؟ يا استاذ عاصم حرام عليك، اقسم بالله انا تعبت اكيد يعني دلوقتي بيدوروا عليا. اصبروا انا هعملوا كيف فيك؟ لا ده ما بيحصلش ولا اصلا ما بيحصل في حته. اهدي. قولي لي بصراحه، انت بتحبي حد غيري؟ غيرك؟ يا استاذ عاصم هل انا اتشكيت في لساني؟ قلت ان انا بحبك اصلا؟ ايه؟ ايه ولا انت ولا غيرك ولا عايز احب ولا اتحب. عامة يا منمن دي مسألة وقت، لأن أنا متأكد إن أنت هتحبيني. ليه متأكد؟ ليه متأكد؟ الثقة دي جاية منين؟ أنا نفسي أعرف يعني الثقة حلوة بس هي جاية منين؟ يا أستاذ عظم أرجوك، أنا أعصابي خلاص بتنهار، إديني حباية المنوم خليني أنام وأنسى حياتي. منوم؟ أنت سهرانة معايا الليلة. لا معلش ما بسهرش، مش أخلاقي. أنا متعود أسهر كل خميس. أنا مش متعودة يا أستاذ عظم. تتعودي. تتعودي. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود، هيقطفك يا زهره يا نهار اسود. احنا ما اتفقناش على كده يا استاذ عاصم. نتفق. طب نتفق بكره. النهارده. بكره. النهارده. امبارح. بكره. خسرت، اطلع بره. بقول لك ايه، ما تجننينيش. تعصبي ليه؟ طب ثانيه واحده واجي لك بسرعه، مستنيكي. مانمان مانمان خلاويس. لسه. أجيب البوليس. لسه. أنا مستنيكي منمونة. أيوة. أجيلك ولا تجيلي أنتي؟ استنى عندك، أنا جيالك. أنا مستنيكي. ثانية واحدة. جيالك حالا. بسرعة يا منمون. عاشين. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت عامله بشكلك كده ليه؟ دي موضة. ما هو باين. مالك مالك بس ما بتهرشي ليه؟ مش عارفة تقريبا كده طلع لي ده ميميل. بقول لك ايه، رش في ضهري؟ ارش لك انت فيك القرف. ايه؟ انت بتاكلي ايه؟ بصل اخضر وفي ده عشان بشرتي، تاخد حتة؟ مش عايز مش عايز. عاشين. مش هنسهر؟ بكرة بكرة بكرة. ايه يا نديم اللذاذة دي يا نديم؟ مين يخليك؟ ايه خفة الدم دي؟ مين يخليك؟ برافو 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 يا علي. بس كده انت اديتولنا يعني اديتوا سكه للبنات، اي حد يعني عايزه تبعد اي حد تمسك في ايديها بصلايه خضراء على طول. استاذ تامر. نادين وعلي، الاول برافو عليكم، انا حبيت الكيمستري اللي بينكم. مشاهد الديو دراما مشاهد صعبه عشان الممثلين لازم يقدروا
يعملوا علاقة مع بعض تعالي من مستواهم، وده كان حاصل فبرافو عليك. ولكن ليه قررتوا ان المشهد يبقى في سكة كوميدي طول الوقت؟ هو الفكرة انه عشان المشهد خارج من المسرحية، وطبعا هي مسرحية الحاسة مسرحية مشهورة بس ممكن يكون في ناس كتير مش فاهماها، فاحنا حبينا نلعبها من المنطقة دي انها تكون اقرب والشخصيات تتفهم اسرع. ويعني طبعا علشان يعني استاذ اشرف عبد الباقي واستاذه عبله كامل، فحبينا ان احنا نجرب سكه بتاعتنا يعني ممكن نطلع منها احنا حاجه. يعني اتمنى نكون نجحنا. برافو عليكم طبعا نادين وعلي. انا طبعا لو اتكلمت على حته انكم خدتوا المشهد ده بوجهه نظركم انتم، انا بالنسبه لي كمتلقي بعيد تماما وباخد ديستنس، انا اتبسطت جدا بالذات منك يا نادين، لان كنت قد ايه جوه الشخصيه في نظري انا، وكل علاقتك كانت مع علي، علاقتك جامده جدا مع علي. علي بقى انا عندي ملاحظه طبعا قد ايه انت لذيذ وكل حاجه، ولكن علاقتك بنادين كانت دايما انت يعني بتبص لنا كتير او بتبص للمسرح كتير او بتبص لنفسك كتير، فدي علاقه لما بنكون يعني في المسرح الدياجونال والفاس بيبقى مهم جدا قد ايه علاقتك بيها على طول، ما بتسيبهاش وهي ما سابتكش خالص. بس بشكركم بالتوفيق، برافو عليكم. Watch